مرحبا، معكم رحاب من تورونتو. يا رب تكونوا بألف خير. اليوم رح نحكي عن كوسكو، وأنا حكيت فيديوهات سابقة عن كوسكو، بس الغاية اليوم من هذا الفيديو إنه نفهم استراتيجية كوسكو تسعير البضاعة يلي بتخليكم تحصلوا على صفقات جديدة وتوفير بعض المال لما بتعملوا رحلة شوبينج على كوسكو. طبعا يعتبر كوسكو من افضل الاماكن للشوبينج، يلي بتلاقوا فيه بضاعه ممتازه مع اسعار تنافسيه بالسوق. هلا كثير في ناس بتقول انه كوسكو ما هو محل للتوفير، لا اكيد هو محل للتوفير اذا عرفنا تماما ايمت نعمل شوبينج وكيف نقرا الاسعار وكيف نقرا المنتجات اللي عم بنعمل عليها تخفيضات بكل شهر. هلا كوسكو كثير منيح للعائلات الكبيره، بس صراحه للي مثلا للعائلات الصغيرة أكيد ما بنصح يروحوا على كوسكو أو ما يكون عندهم كرت اشتراك، لأنهم ما رح يوفروا فيه، وممكن يروحوا مع رفقاتهم ليعملوا هيك شوبينج مرة بالشهر مرتين. أما كوسكو أكيد هو محل أنه نقدر نوفر فيه، لأنه هو بيدمج ما بين الكواليتي والأسعار، يعني عندهم نوعيات جيدة مع أسعار كتير ممتازة وأحيانا ما بتلاقوها برات كوسكو. وفي بعض البضائع وتكون محدودة ممكن تلاقوا أسعارها أغلى من كوسكو، برات كوسكو يعني برات السوق. هلا مثل ما بتعرفوا انه في محلات كوسكو العاديه اللي بنروح لها كلياتها، وفي محلات كوسكو للبزنس. هلا هذا كوسكو للبزنس هو بيكون عباره لتخديم المطاعم والكيترينج بشكل عام، بس نحن او اي حدا فيكم معه بطاقه كوسكو بيقدر يعمل في شوبينج. هلا في عنا مركزين فقط بكندا لكوسكو بزنس، اللي هو واحد بمونتريال وواحد بمنطقه سكاربورو، ولكن من يومين كنت عم بقرا انه رح يفتتحوا محلين للكوسكو بزنس، وواحد بسانت كاثرين بالقريب من نياجرا فولز، وواحد رح يكون بإدمنتون. هلا بش الصور بتشوفوا يمكن الافتتاح يكون بستة او ثمانية الشهر. ومثل ما حكيت انه اي حدا معه بطاقه كوسكو في يروح على كوسكو بزنس. اللي بيميز كوسكو بزنس عن الكوسكو العادي، يعني كوسكو بزنس في كتير بقلبه بضاعه اسا ارخص من كوسكو العادي، ولكن الخلاف بيناتهم انه كوسكو بزنس ما في عادي، انه ما في عنده صيدليه، ما في عنده خدمه النظارات وفحص العيون، وكمان ما عنده كمان تبع التصوير، بالإضافة إنه كمان جوات كوسكو بزنس ما في عنده أي شيء ملابس، هو عبارة عن كله أكل وبضائع لخدمة المطاعم ولخدمة الكيترينج. برجع بقول إنه كوسكو يس هو مكان للتوفير، رغم إنه في اشتراك سنوي. على الأقل نعرف إنه البنزين عنده كتير رخيص، الصيدلية أسعاره كتير ممتازة قياسا مع خدمة الصيدليات الثانية اللي خارج كوسكو. كمان فينا نوفر كتير بكل شيء يتعلق بالدواليب، الخدمة عنده كتير ممتازة والأسعار كتير تنافسية قياسا مع محلات اللي بتغير دواليب. يعني نحن إذا بنحسب على مدار السنة كوسكو هو مكان للتوفير إذا عرفنا كيف نوفر. يعني هلأ كوسكو بيعمل تخفيضات مرة بالشهر أو كل 3 أسابيع حسب كل فرع، أو حسب ما بيكون عندهم بضاعة بده ينزلوا عليها تخفيضات. هلأ منروح على كوسكو منلاقي إنه في أنواع منظفات كتير ومحارم تواليتات ومن أعداد وكميات كبيرة. هذا خطأ، المفروض إنه نحن ناخد شيء بكفينا لشهر أو لشهرين بالكتير، لأنه نفس البضاعة رح ترجع تنزل على تخفيضات بعد 3 أشهر. يعني هي عبارة عن عملية تكرارية تتكرر كل شهرين 3، مشان هيك ما في داعي ابدا انه انتو تعبوا منها كميات، وعلى اساس انتو بتكون تروحوا تجيبوا كيس حليب تطلع فاتورتكم ب $300. بانتبهوا كتير لهذا الموضوع. وحتى نوفر أكثر، بعد ما حكيت بكل هاي الخطوات، أول شيء لازم تروحوا على الويب سايت تشوفوا شو اللي نازل على السيل، تكتبوا شو اللي ناقصكم، تعرفوا إنه المنتجات كل 3 أشهر بتنزل تتكرر نفسها، ما في داعي تعبوا كتير من الكميات الكبيرة، وبالإضافة إلى أسعار المنتجات. هلأ عند كل بضاعة إذا بتلاحظوا فوق كل بضاعة في عندكم اسم المنتج وفي عندكم السعر، هذا السعر كتير ضروري تعرفوا كيف تقروه حتى تعرفوا تميزوا تشتروه هلأ ولا تشتروه بعدين. خلونا ننتقل ونورجيكم كيف رح يكون الشوبينج اعتمادا على تسعيرة المنتج. هلأ أي منتج
بينتهي الرقم على اليمين ب 98 او 99 سنت، هذا معناه انه هاي البضاعة هي سعرها الاصلي، انه هاي البضاعة هي سعرها الاصلي، يعني كوسكو مو اخذ عليها تخفيضات من محل ما بيجيبها. وفيكم ممكن تلاقوا ارخص منها برات كوسكو، بس احيانا كوسكو بيعمل عليها تخفيضات لما بصير عنده سيل مشان يتخلص من البضاعة بسرعة. يعني كل شيء بينتهي ب 98 99 ماكم مضطرين تاخذوه الا اذا انتم فعلا فعلا بحاجة له او في عليه تخفيضات معينة. هلا اي منتج تنتهي بال 97 سنت او 97 سنت، هلا هي بتكون عليها تخفيضات كبيره كتير كتير كتير، وهي بتكون وقت نتخلصوا من البضاعه، وخاصه موضوع الالبسه. اي شيء بينتهي بال 97 باخذوه، لانه هي ما رح تلاقوا نفس هذا السعر مره ثانيه. واحيانا بتشوفوا كمان منتجات ثانيه غير الالبسه بتنتهي بال 97 سنت، كمان خذوه لانه هذا افضل سعر ممكن تحصلوه جوات كوسكو وبرات كوسكو. نجي على المنتجات اللي بتنتهي ب 49 79 89 واحيانا 19 39، هدول الارقام اللي بتكون بدءا من 19 ولغايه 89، هي اسعار حصل عليها كوسكو من المعمل او المنتج، وهي اسعار خاصه بكوسكو يعني ولفتره محدده. يعني هي الاسعار بتضل موجوده حتى تنتهي فتره البروموشن اللي اخذها كوسكو من هالمنتج هذا، وبتكون هي دعايه لهذا المنتج. فلذلك لذلك انتم خذوها لانه بتكون كتير اسعارها ممتازة وما بتلاقوا نفس هاي الاسعار برات كوسكو. هلا كل سعر بينتهي بصفر صفر او بثمانية ثمانية، هي الاسعار خاصة بالفرع اللي انتم عم تتسوقوا فيه، ويمكن ما تلاقوه بنفس السعر بعنوان او مكان تاني، لانه هذا السعر هو بيعطيه مدير هذا الفرع تبع كوسكو حتى يتخلص من البضاعة ويفضي محلها وينزل بضاعة جديدة. بقى هي اذا شفتوها يمكن ما تلاقوه بمحل تاني، لا مو يمكن، اكيد ما راح تلاقوه بمحل تاني، لانه هي خاصة بالفرع اللي عم تتسوقوا منه. هلا اذا بتطلعوا على على سعر المنتج بالاعلى او على بطاقه المنتج بالاعلى، بتلاقوا على اليمين في شغله مثل النجمه اللي بسموها الاسترسكس. هي النجمه هي بتدل انه البضائع ما رح تنزل مره تانية ابدا بعد ما يخلص كوسكو من بيعها. يعني اذا شفتوه وعجبتكم خدوه وخزنوا منها، لانه هي لا يمكن ترجع مره تانية. بس بدنا ننتبه لشغله واحده، انه اذا كانت هي النجمه موجوده على بضائع كهربائيه وما رح يجيبها كوسكو مره تانية، ممكن ما يرجع يبدلكم اياها، لانه ما بيكون في ورنتي عليها من المنتج. بدكم تنتبهوا انه اي بضاعه كهربائيه عليها اشاره النجمة لازم تتأكدوا انه في عليها ورنتي من اصل المنتج او من محل ما تصنعت هاي البضاعة، والا اذا اي شيء عاجبكم خدوها وبدون اي تردد. ونحن بنعمل هذا الشيء لما كنا نعمل نزور بلادنا وبدنا ناخذ هدايا، اذا شفنا بضاعة عليها نجمة بناخذ منهم كميات، لانه ما رح ترجع ورح تكون اسعارها كتير ممتازة. وهذا فيديو اليوم كان عن سيكريت كودز بكوسكو، يعني هو عن أسرار الأسعار لكل المنتجات في كوسكو. يا رب يكون عجبكم، يا رب تكون استفدتوا منه. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك واشتراك وتعليق، وإن شاء الله بشوفكم فيديوهات جديدة. سلام.